بسم الله الرحمن الرحيم غزوة قينقاع في السنة في السنة الثالثة قال الله هجري وها هجر بنو نقد بن مقينقاع الصلح بن قينقاع او تطيب در مدينة عش ديرش إيش جكتير ترى بقي مرت خير بوش أغو يوهر ترى يوهن جو تعرف فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشرة ليلة بقي مرت عن جو مش بول مهتا تا قوة بنا بغيت بيسنا قوة لاحتا لاحترون ثم نزلوا على حكمه فأطلقهم توتاها يشا ريزا خلرا بيماري حكما قلبها بيمار ناقو دين بوش بول ناقا تلاتا يهودارا يش آر بول بيش خلر شي يولا مهتش إذا الحكم در بأي مرتير حقا حاسة